نجدد ترحيب بكم مشاهدين الكرام ونستمر وياكم في برنامجنا ونصل بكم الآن إلى محطة ضيف الحدث والحديث من خلال هذه المحطة حول تتويج نادي البشائر بلقب دوري كرة القدم للصالات النسائية بعد أن فاز في المباراة الختامية على نادي السي بنتيجة 16 هدفا مقابل هدفين وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية الصالة الرئيسية بجمع سلطان قابوس الرياضي في موشر في البطولة التي جمعت 7 أندية وحسمها نادي البشائر في المباراة الختامية بالتنافس مع أندية أخرى أبرزها نادي عمان. الحديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذا التتويج وكذلك بطولة الدوري يسعدنا أن نرحب بضيوفنا هنا في برنامج الحدث بوفاء السمرية مديرة الفريق الكروي بنادي البشائر وكذلك حسن الحارثية لاعبة نادي البشائر. وفاء مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة. واليوم مديرة الفريق. دومي مديرة الفريق. مرة مديرة مرة مدربة. أبدا ما مدربة ولا أبدا. كذلك رحب بحسنة. حسنة مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أقول لك سلامات أول شيء. الله يسلمك. واضح أن الدوري كان فيه اندفاع قوي. شوية كذا. أنت كانت الضحية يعني في الموضوع. بالضبط. إن شاء الله سلامات و. الله يسلمك. إن شاء الله. الدوري الجاي إن شاء الله. إلى الدور القادم. هذه تكون ما تخوفك الإصابة يعني إنك. لا لا إن شاء الله لا. إن شاء الله أرجع أقوى. يلا بإذن الله. أول شيء مبروك على اللقب. نادي البشائر يعني نتكلم عن اللقب بشكل عام انه تحقيق هذا اللقب بعد ما خسرته العام الماضي رجعته هذا العام وحرزته بالتنافس مع نادي عمان الى الامتار الاخيره كان تنافس شديد بينكم فالف مبروك لكم. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. يعني تكللت جهود الفريق بالنجاح وتوجنا بدرع الدوري. جهود الفريق يعني الفريق من اول مباراه اثبت انه هو قادر على المنافسه ومثل ما ذكرت يعني احنا خسرنا درع الدوري في الموسم الماضي في المباراة النهائية ولكن الحمد لله يعني الفريق رجع أقوى وكان الهدف من البداية تحقيق الدوري والحمد لله تكللت الجهود بالنجاح. يوضح أن الفريق يعني بشكل عام تم اختيار بعناية سواء كان من الجهاز الفني من الجهاز الإداري حتى من اللاعبين الموجودين معاكم وفترة الإعداد أيضا حتى كانت جيدة أعتقد بالنسبة لكم. كيف كان التحضير قبل انطلاق البطولة معكم؟ فعلا هي فترة الإعداد كانت جيدة وتم انتقاء أو يعني صارت في تنقلات من اللاعبات وتعاقدنا مع لاعبات من الأندية الأخرى اللي شكلوا إضافة جدا جميلة للفريق وأيضا مثل ما ذكرت الجهاز الفني والإداري اللي كان لهم دور كبير جدا في مساهمة لتحقيق هذا الإنجاز. قبل الدوري شاركنا في بطولة ودية وكانت تحضيرية للموسم وكانت يعني تعتبر فيها نفس اللي هي المباريات الودية نوقف على وضع الفريق نشوف إيش نقاط القوة والضعف واشتغلنا عليها والحمد لله كان إيجابي جدا. وحسنة كانت معاكم من ضمن الفريق ولكن الإصابة أبعدتها شوي عن والله حسنة من أعمدة الفريق يعني حتى ولولا حتى مع الإصابة ما شاء الله عليها كل التمارين حاضرة وكل هذا. جميل. حسنة أول مشاركة بالنسبة لك البطولة ولا شاركت من 2008 ألعب وما شاء الله مع وفاء دائما عشان كذا جابتك معك اليوم. وين ما تروح أنا معها حتى أنا أقولها يعني لو اخترت لاعبة ثانية قالت لا حسنة تكون موجودة اليوم من 2008 والدور النسائي يعني خلاص الفترة الأخيرة بدأ يعطى أيوة أكثر أهمية. أيوة أيوة. أول كنا نحن بس تقريبا فريق واحد. صحيح. كنتوا تلعبوا مع بعض. يمكن أيوة. والحين اختلف الوضع صار في تنافس صحيح. أكثر. كيف هذا الاختلاف بالنسبة لك؟ إيش اللي شفتيه خاصة في نسخة هذا العام كتنافس بالنسبة لكم؟ في هذه النسخة في فرق يعني مستواها أحسن من الدور الماضي. الدور الماضي يعني كنا إحنا يمكن فريقين أو ثلاثة بس. بس الحين يعني ما شاء الله في فرق قوية بعد يعني في تنافس هو في تنافس ولكن الأرقام مختلفة تماما يعني هذا يعني كل واحد وقدراته كان تنافس أنت ونادي عمان أيوه يعني المنافس الأكبر يعني أنتم من كل المباريات اللي لعبتوهن كلهن ما شاء الله انتصار ما عدا المباراتين اللي لعبتوهن مع نادي عمان أيوه فعلا إيش السبب يعني؟ هو يعني ممكن تكافؤ المستويات بين البشائر وعمان الفريقين يعني يمتلكوا لاعبات من يعني المنتخب يعني مثل المنتخب ف يعني يمكن هذا السبب انه دائما يكون التنافس مباشر بيننا وبينهم نفس الشيء دائما يعني حب اللعبه يغلب ترى في الاخير يعني اللاعبات هذيلا حتى لو ما في
ما في موسم، ما في اللي هو المباريات، تلقاهم يتدربوا بعدهم مستمرين في التدريب. في اللي هو الشيء اللي كان يعني يميز الناديين، خلينا نتكلم انه في لاعبات الخبره واللاعبات اللي هم الناشئات اللي هم جديدات على اللعبه، لكن ما شاء الله عليهم مهارتهم جدا عاليه. فهذا الشيء اللي كان يميز الناديين، واتوقع ان حتى نادي مسقط والسيب ايضا يعني كانوا منافسين بشكل مباشر للناديين. مثل ما قلت لك، عنصر الخبره هو اللي حكم في الاخير. بالضبط. حسنا، كيف كان الدوري معاك من البدايه الى موعد اصابتك؟ والاصابه اثرت على الفريق ولا كيف تعامل ايضا معاه الجهاز الفني؟ حدثينا عن المباريات اللي خطيها بالنسبه لك. في البدايه اوكي كنت العاب وكذا، بس لما انصبت الحمد لله يعني بعدني مع الفريق كل تمرين الحمد لله احضره. لانك لاعبه خبره، في النهايه محتاجه لاعبه الخبره حتى في مساله التوجيه. يعني يمكن انا ما اوجههم، بس يعني موجوده هناك اهم شيء. عامل نفسي، عامل نفسي. كم عدد المباريات اللي لعبتيها انت؟ سبع. يعني لحقت على كل المباريات؟ سبعه ونص، خلينا نقول في النص خلاص طلعت فيها بعد لانه المباراه. ايوه. اي مباراه كانت اللي كانت فيها مع صلاله؟ أيوه. طبعا كلها سكور عالي. ايوه النتائج الكبيره. أيوه. انا اريد اتكلم عن هذا عن النتائج الكبيره اللي صارت معاكم، ولكن ايضا في المباراه النهائيه كانت راعيه هذه المناسبه صاحبه السمو السيده الدكتوره تغريد بنت تركي آل سعيد، وكذلك بمعيه لجينه بنت محسن الزعابي عضو مجلس اداره الاتحاد العماني لكره القدم، اللي ايضا تحدثوا عن هذا النهائي وهذا الدوري بشكل عام. خلونا وياكم نتابع ولنعود. اولا اريد اهنئ السيدات في عمان كلهم على هذا الانجاز الرائع في عالم الرياضه، ولا بد انه بيكون ان شاء الله بدايه خير وبصمه جيده وطيبه باذن الله تعالى للرياضه النسائيه في سلطنه عمان. ولا شك ان الرياضه هي مهمه جدا للجسم، للعقل، للنفس، للأنثى وللذكر، ولكن نحن نحتاج أكثر دعم للمرأة في عمان وتوعية أكبر بأهمية الرياضة. وأنا سعيدة جدا بتواجدي اليوم في هذه الفعالية. دائما كذا الرياضة كما يقولوا تبث هرمون السعادة، فأعتقد أنها تبث هرمون السعادة للي يلعب وللي يشاهد يعني. وبما الحمد لله أني أحب الرياضة جدا وكنت أمارسها يعني بهذه الطريقة وفي المدرسة وفي أيام الجامعة وإلى الآن الحمد لله، لأنها أحس أنه هي صحة نفسية وصحة بدنية وجسدية. بالنسبة لنا كلجنة المرأة في اتحاد كرة القدم، يوم جميل ويوم تاريخي. هذه البطولة كانت بطولة الدوري، ومثل ما شفنا ما شاء الله البنات ما قصروا، أبدعوا مثل ما نشوف. الرياضة النسائية طبعا في اتحاد كرة القدم ابتدت بوصول المرأة للمقعد النسائي في الانتخابات الأخيرة. طبعا بدينا الفريق والحمد لله رب العالمين، خلال السنة الأولى تم إنشاء أول منتخب نسائي في عمان. شاركنا في عدة بطولات، آخرتها كانت بطولة السعودية. إن شاء الله طبعا هذه السنة نحن عندنا آمال أن نحن نطور في هذه الرياضة، نطور في إمكانيات اللاعبات مالنا، وإن شاء الله إن شاء الله نطمح أن قريبا رح نلعب في الأعشاب. استعداداتنا كانت قوية بحكم أن الموسم الماضي التتويج بس جبنا المركز الثاني، فأكيد نادي البشاير يطمح التتويج في الذهبية، الميدالية الذهبية، والحمد لله توجنا وجبنا الميدالية الذهبية. إذن كان هذا درع البطولة اللي أحرز فريق نادي البشائر. كنا نتحدث عن بعض الأرقام اللي حققنا البشائر من خلال هذه البطولة. طبعا من خلال الإحصائيات سجل البشائر من خلال بطولة الدوري كلها 132 هدف، 182 عفوا هدف ب 30 نقطة وعليهم 16 هدف. بالتالي هذا الأسباب توضح لنا إياها وفاء. يعني كنا نتكلم بأنه أنت تقولي أنه نروح للمباراة نريد ثلاث نقاط، ولكن هذا اكثر من ثلاث نقاط بكثير يعني. والله الحمد لله رب العالمين، يعني هذا بفضل من رب العالمين، يعني ما شاء الله عليهم البنات. يعني ندخل المباراه واحنا نريد نحقق ثلاث نقاط ونطلع الحمد لله رب العالمين بنتيجه يعني عاليه تعتبر او برقم قياسي يعني. هو للامانه يعني كان التركيز الاكبر انهم يطبقوا التكتيك اللي دربوا عليه في التدريبات،
والنتيجة دائما تكون يعني أكبر من المتوقع الحمد لله. وهذا يرجع لي بسبب وجود لاعبات كفاءة يعني والمهارات اللي موجودة عند اللاعبات اللي مكنتهم للأمانة. يعني احنا في الدوري مثل ما ذكرت حسنة يعني في تفاوت في المستويات، في فرق يعني عندها الخبرة الكبيرة في كرة القدم بشكل عام وكرة قدم الصالات بشكل خاص. في فرق يمكن تشارك لأول مرة. أيوة في فرق لأول مرة صحيح. أو إنها يعني خبرتها في المباريات يمكن قد تكون أقل، فهذا يعني عامل جدا كبير ويعني مفصلي نوعا ما إن يعني اللاعبات إنهم يقدروا يمشوا المباراة بالطريقة اللي يعني الأمثل اللي توصلهم لهذه النتائج. ولكن فارق النتائج هذا الكبير حسنة بالنسبة لكم مثلكم بأنه إحنا يعني مستوانا أعلى بكثير عن الفريق الآخر، ولا إيش شعوركم بالضبط؟ وأنتوا يعني لو يعني نذكر بعض النتائج 32-1 29-0 16-2 في المباراة الأخيرة من غير النتائج الأخرى يعني ما استذكرها كلها، ولكن كلهم يعني فوارق كبيرة في النتائج. هو أولا نحن فخورين بهذه الأعداد يعني بهذه الأهداف 182 هدف. أيوه. هو على فكرة صحيح. هذه 182 للجولة الأخيرة بس أمس 198 198 يعني ضفنا لهم 16 بهدفين و200 كان رقم قياسي جديد ومساعد جينيس كان ممكن تسجل. فكيف كان بالنسبة لك أنه يعني هذا الفارق الكبير وعدد أهداف كبيرة؟ يعني هو ترى ما أنه بسهولة، هو إحنا مثل ما قالت وفاء أنه نطبق التكتيك اللي دربنا عليه، يعني كل ما يعني نتأكد عشان نتأكد أنه نحن أدينا صح هو هذا، يعني لما نشوف أن الأهداف تجي بسهولة يكون التكتيك صح بالضبط. وماشيين على البلان الصحيح. يعني لكن الفريق الآخر كيف يعني بالنسبة له يعني ظروفه ظروف الفريق؟ حتى في أحد الفرق أيضا انسحبت بعد ما وصلت النتيجة إلى 29 أيوة تقريبا. بس بعد يعني الفريق اللي انسحب قبل لا ينسحب كان عندهم 3 لاعبين، ولأن شفناهم أن لاعبين بثلاث لاعبين وفاء قررت أن تسحب واحدة من لاعباتنا علشان نكون بنفس الأعداد يعني عدد اللاعبين، فإحنا لعبنا بثلاثة وهم لاعبين بثلاثة، ومع هذا وصلت النتيجة إلى 29. أيوة. هذا كان قرارك بسحب احد لعبه؟ هو مبدا تكافؤ يعني في الاخير، يعني احنا في الاخير الهدف الاسمى ان احنا نحقق اللي هو نوصل الكره القدم للجميع وان نخلي الجميع يستمتع بالمباراه. فلما نحن يعني نكون متقدمين 15-0 او 20-0 يعني ايا كانت النتيجه ما راح يأثر علي شيء لو أنا يعني لعبت بنفس عدد اللاعبات صحيح. اللي هم يعني تكافؤ يعني مبدأ التكافؤ يعني في الأخير، يعني أنك أنت تتفهم ظرف الفريق الآخر أيضا بالضبط. تشوفي في تحسن بالنسبة لكم من ناحية فريقكم في البداية خاصة مع هذه الأرقام الكبيرة، وأيضا فترة التدريبات اللي تخوضوها والصعوبات اللي تواجهكم؟ يعني من ضمن الصعوبات اللي البعض ذكرها بأن فترة الدورة طويلة جدا، وبالتالي بعض اللاعبات ممكن تكون موجودة في كل مباريات مثل ما صار في مباراة بهلا. أولا احنا تدريباتنا يعني أوكي كان عندنا ضغط نفسي ضغط من كل النواحي، يعني عندنا دوام وعندنا يعني مشاغل ثانية بس وعندنا تمارين يعني تقريبا في 3 مرات في الأسبوع يعني 3 تدريبات لازم تلتزم أيضا. أيوة لازم نلتزم وغير النفسية يعني أنه فترة طويلة تنتظر لين الجمعة الجاي ولا صحيح. لين السبت الجاي، هذا واحدة يعني يخليك أنه ما تعرف كيف بتأدي وهل بتقدر وهل بيقدروا يحضروا يعني كل اللاعبات، يعني هذه وحدها كانت يعني لأن التعامل مع هذا كان مسؤولية وفاة تقريبا، أنك كيف أن تديري كل هذه المجموعة من لاعبات من جهاز فني، وتحتاج هذا الشغلة كبيرة طبعا بالنسبة لمدير الفريق. أكيد يعني هو يعني أنك أنت تشيل الفريق كامل وتتأكد أن كل شيء في محله يعني هذا يعتبر يعني شكل ضغط كبير، لكن يعني هو الأمانة يعني هذا الموسم كان استثنائي بالنسبة لنا. بدينا الموسم ب3 إصابات قطع رباط صليبي يعني سبحان الله يعني وأعمدة الفريق يعني اللي يعني أسوأ الإصابات الرياضية بالضبط يعني يعني 3 من أعمدة الفريق احنا فقدناهم في هذا الموسم، واحدة منهم لاعبة ناشئة يعني نعول عليها الكثير، وأيضا نفس الشيء حارس الفريق نفس الشيء انصابت، فيعني نوعا ما فريق جديد انك انت تقدر توجد البديل وان البديل يكون بنفس مستوى الاساسي
هذا يعني كان بالنسبة لي تحدي جدا كبير. بس يحسب لكم أنه يعني قدرت أن نتعامل مع كل هالظروف اللي بالضبط لكم. يعني هو يعني مثل ما ذكرت لك التحديات موجودة بس صحيح. أنت كيف تتعامل مع هذه التحديات هو الأهم يعني. جميل. أيضا من ضمن التحديات التعامل أيضا مع التحكيم وراح نتحدث عن هذه النقطة بالتحديد. طبعا أيضا الحكم العماني والحكم العماني إدارة هذه المباراة فخلونا وياكم نتابع مجموعة المقابلات ولنعودة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء طبعا هذه المباراه الختاميه اللي تجمع بين نادي السيب ونادي البشائر. طبعا نادي البشائر مثل ما عرفنا انه هو محتاج الفوز عشان يتصدر المجموعه، وايضا نادي السيب محتاج الفوز عشان يعني يصعد المركز الثالث، فهي مباراه حاسمه بين الفريقين. اكيد نحصل منها ضغط بين يعني الدكتين واللاعبات كلهم محتاجين الفوز، فنحن بدورنا كحكام ان نسيطر على اللاعبين، وايضا نحن كطاقم تحكيمي كلنا مكملين بعض يعني نهدي اللاعبات، وايضا في الملعب من خلال الفاولات والاحداث اللي تصير نحاول نديرها باقل يعني نطلع بالمباراه الى بر الامان. طبعا من خلال الورش التي تقدم لنا من الاتحاد العماني وخاصه من لجنه الحكام يتم تقديم لنا الورش لاستمرار تقدمنا للافضل في التحكيم، ومن خلال تعاملنا مع اللاعبين والمدربين بشكل أفضل وامتصاص غضبهم. أشكر دائرة الحكام على تطويرهم لمستويات الحكمات، وطبعاً كان عندنا دورات تدريبية وعندنا حصص أسبوعية نتدرب فيها ونتعلم منها من الأخطاء الماضية، كل مرة نتحسن الحمد لله من مستوى لمستوى، وإلى ما قال اليوم هذا الحمد لله تم اختيارنا للنهائي والقادم أجمل بإن شاء الله. إذن كانت هذه مجموعة من المقابلات مع الطاقم التحكيم اللي أدار هذه المباراة الختامية بين البشائر والسيب. كيف كان التحكيم بالنسبة لكم طوال مشواركم في بطولة الدوري؟ نعرف أن حسن تنازع كثير يعني مع الحكمات. هو صحيح يعني لما تشوف أنه شخص يظلمك شوية في قراراته أكيد أو ما وفق يعني يمكن ويقول لك ما أقدر أشوف مثلا بالضبط. ما شفت راحت علي شيء كذا، فيعني يعورك هذا الشيء لأن انظلمت يعني إذا شاف وإذا قصد ولا بدون قصد، بس يعني في النهاية هذا الشيء أثر يعني شوية علينا. بس أثر على مشواركم فعليا أم أنه كان يعني النتيجة كبيرة وبالتالي ممكن تتغاضى عن بعض القرارات؟ ما دائما يعني أثرت حتى في بعض المباريات بالضبط. يمكن مباراتين كانت الأهم بالنسبة لكم وهي اللي راحت عليكم. إيش الملاحظات اللي على الحكمات المتواجدات أو الحكمات العمانية اللي أدارن البطولة بشكل عام بالنسبة لك وفاء؟ والله إحنا في الأخير ما مخولين يعني نحن نتكلم عن الملاحظات التحكيمية يعني من باب التطوير في الجوانب التحكيمية يحتاج لهم جرعات تدريبية يمكن أكثر أو خبرة مباريات أكبر، وايضا يعني ثقافه كره القدم بشكل عام يعني عن اللعبه ويعني وحيثياتها وغيرها، يعني يفترض ان يعني كحكم تكون ملم عن اللعبه بشكل كامل، ولكن يعني نوجه لهم التحيه يعني جهودهم للامانه في اداره المباريات كانت يعني تشهد لهم. في الاخير يعني كل واحد يؤدي عمله يعني يعني ما شاء الله عليهم، يعني فخورين ان هذا الطاقم كان يعني عماني بالكامل بالضبط. وقدروا انهم هم يديروا المباريات يعني فالاكيد واللي متاكدين منه انهم جالسين يطوروا من نفسهم بالضبط. يعني شهدنا هذا التطور سواء من الموسم الاول الى هذا الموسم، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق يعني في المواسم القادمه. في النهايه يعني كره القدم النسائيه اذا تتطور لتتطور من كل جوانب، سواء كان من ناحيه الممارسه من ناحيه المدربات ايضا او حتى من ناحيه التحكيم، بالتالي كله خط متوازي يمشي مع بعض من اجل تطوير اللعب بشكل عام ثم يخدم المنتخب، وبالتالي هذه محتاجه الى عمل طويل شوي بالنسبه لكم. اكيد فعلا يعني تطوير اللعبه ما يكون فقط من ناحيه اللي هي الفنيه او من ناحيه اللاعبات، اذا انت بتطور يعني جهه واحده راح ينعكس ايجابا على الجهات الاخرى او الجوانب الاخرى خلينا نتكلم. فلو انا بطور المدربات، لو انا بطور اللاعبات او الحكمات او ايضا الاداريين خلينا نقول
أو أيضا طريقة اللي هي إقامة الدوري. صحيح. يعني هذا في الأخير راح تنعكس إيجابا على الدوري بشكل عام أو على اللعبة اللي هي كرة قدم النسائية بشكل عام. جميل. أيضا في خبر حسنا انطلاق الدور النسائي تحسبت 10 سنة، وبالتالي أنت كلاعبة خبرة محتاجة أنك تشد حيلك أكثر، لأن في لاعبات ناشئات قادمات يعني بالنسبة لك. إن شاء الله إن شاء الله خير. إلى الدور القادم. إلى الدوري القادم إن شاء الله. لما تكون رجلك سليمة. لا، هو الدوري القادم ما بلعب. ما بتلع خلاص؟ لا ما بلعب الدوري القادم، اللي بعده إن شاء الله. اللي بعده. أيوه. بس إن شاء الله تكوني بأتم صحة. بكون مساعدتها، مساعدة وفاء. أنت واضح مجالك راح يكون للتدريب ولا التحكيم؟ لا هذا ولا هذا، الإدارية جدا ناجحة يعني ما شاء الله عليها. ترى احنا يعني الشيء الإيجابي يعني واللي قد يكون يعني أثر على الفريق بشكل إيجابي اللي هي روح الفريق. يعني أنا حتى كنت أسألك من الكابتن حسنة ولا كابتن آخر، قلت لا ما في كابتن بيني. أيوة يعني في الأخير يعني احنا فريق واحد. ويعني مثل ما ذكرت لك يعني في عندنا لاعبات انصابوا بعد الإصابة، ما توقفوا، صاروا يجوا ويتعلموا من المدربين أو أيضا يقوموا بأعمال إدارية. يعني مسكينة حسنة يعني خلاص طلعت من لعبات، يلا قلنا لها حصلنا لك شغلة ثانية عادي. ما نتعطل، باقي مع الفريق ما نتعطل. ما راح تبعد يعني. أنا ممكن نقطة فاتتنا عن المباراة الختامية، بين في المباراة الختامية الغريب أنكم كنتم متأخرين 2-0. أيوه. من بعدها رجعت، لكن الرجعة يعني كانت قوية جدا يعني 16. ايش اللي صار معكم في بدايه المباراه؟ والله مثل ما ذكرت لك يعني قد تكون الاصابات يعني شيء من الاشياء او العوامل اللي اثرت على الفريق، ولكن يعني اللاعبات اللي كانوا موجودين مثل ما يقول الجود في الموجود. ف يعني رجعت الفريق انهم يعني هو من بعد الوقت المستقطع ما شاء الله عليهم يعني دخلوا في مود المباراه. بالضبط. انطلقوا، يمكن كانوا محتاجين الى تاقلم اكثر. بالضبط. ونفس الشيء اللي هي ربكه البدايات دائما يعني. صحيح. اول ما يعني يرجعوا ويركزوا أمورهم طيبة، وحتى إحنا يعني بعد الهدفين قلت لهم بيجي الهدف بس هدوا ركزوا. والحمد لله رب العالمين يعني رجعوا وبشكل أكبر يعني. بالضبط. لأن كنت أنتم محتاجين إلى الفوز، لأن نادي عمان كان 30 نقطة أنتم 27، محتاجين إلى الفوز، لكن وسعت الفارق وفارق أهداف أخذتوا هذه البطولة. الحمد لله. إن شاء الله نبارك لكم مرة ثانية وكل توفيق لكم في مسيرتكم، سواء كان لنا خلاص الناحية الإدارية لكم جميعا طبعا. شكرا لك وفاء على حضورك وعلى حديثك، وإن شاء الله كل توفيق في مسيرتك الرياضية القادمة ومع نادي البشارة وحتى مع الجانب الرياضي الآخر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك وفاء. شكرا جزيلا. شكرا لك حسنة، بالتوفيق إن شاء الله، ونتمنى لك السلامة والعودة إلى الملاعب سواء كان كلاعبة أو إدارية بإذن الله. إن شاء الله دعواتكم عليك. بإذن الله كل توفيق لك إن شاء الله. جميعا شكرا. إن شاء الله. لنا حديث المشاهدين الكرام حول تتويج نادي البشار بلقب هذه البطولة، سنستمر وياكم في برنامجنا ولكن بعد قليل.